قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. نخصصه لتونس ونركز الليلة على زاوية التطبيع. استطيع أن أقول بأنه الغالبية العظمى من التونسيين طبعا يرفضون جملة وتفصيلا التطبيع، وربما قد تشتعل البلاد لو أقدم النظام الانقلابي الحالي على التطبيع. هذا طبعا كثيرون يقولون هذا الكلام، ولكن دعونا نعتمد على بعض المعطيات ونسأل إن كان فعلا هناك توجه للتطبيع أو ربما ضغوطات لجر تونس للتطبيع، لأنه الحقيقة ما قاله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كلام خطير. يقول هناك محاولات، هناك يعني مخطط صهيوني لجر تونس للتطبيع مع تطبيع المغرب في محاولة لمحاصرة الجزائر. ما حقيقة هذا الكلام؟ ما هي المعطيات من هنا وهناك؟ لأنه حتى مشاركة تونس في أسد التدريبات الأسد الإفريقي هذا العام جنبا إلى جنب مع المحتل الإسرائيلي يطرح نقاط استفهام ملحة. وسط حالة من التوتر والانسداد السياسي في تونس، اتهم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ما أسماها بلوبيات صهيونية بمحاولة محاصرة الجزائر، وذلك من خلال جر تونس نحو التطبيع معها بعد المغرب. وقال الطبوبي خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان إن الاتحاد مستهدف بعدة معاول هدم، ومنها الحملات التي تقاد على صفحات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الحملات تستهدف القناعات، وشدد الطبوبي على أن شبكات التواصل الاجتماعي هدمت بلدانا وأثرت بشكل جذري على الشعوب من أجل قيادتها في اتجاهات محددة خدمة لأجندات أصحابها والمتحكمين فيها. وبيّن أن الحملات في شبكات التواصل الاجتماعي تدار بروبوتات إلكترونية وتقاد من جهات صهيونية ومخابرات أجنبية لأهداف جيوسياسية، ولعبت محاور إقليمية تهدف إلى إخضاع تونس للتطبيع من أجل محاصرة الجزائر. في مؤشر يصب في اتجاه ما يقوله الطبوبي، تشارك تونس في تدريبات الأسد الإفريقي 2022 التي انطلقت في المغرب بالتعاون مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع إسرائيل التي تشارك للمرة الأولى في هذه التدريبات. تحتضن هذه المناورات مدينة القنيطرة شمال الرباط، بالإضافة إلى عدة مواقع في الجنوب بينها منطقة المحبس عند الحدود مع الجزائر. من المقرر أن يقام جزء من هذه التدريبات التي تستمر حتى نهاية الشهر في تونس والسنغال وغانا. كانت وزارة الخارجية التونسية نفت قبل أيام ما ذكرته صحيفة إسرائيل اليوم العبرية حول نية قيس سعيد التطبيع مع إسرائيل لضمان استمراره في السلطة، وأكدت في بيان أصدرته أن ما ذكرته الصحيفة هو مجرد ادعاءات باطلة ومحاولات متكررة للمس بصورة تونس وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم. وكانت الصحيفة العبرية نقلت عن مصادر إعلامية تأكيدها أن الجزائر منعت الرئيس سعيد من توقيع اتفاقية تطبيع مع تل أبيب بهدف تخفيف الضغط الممارس عليه من قبل المجتمع الدولي، مشارة إلى أن تونس تدرك أنها ستفقد القروض المالية والدعم الاقتصادي المقدم من الجزائر إذا اقتربت من إسرائيل. وكان الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين كشف في تدوينة على تويتر عن سماح الرئيس قيس سعيد لمئات الإسرائيليين بزيارة بلاده للمشاركة في موسم الغريبة في جزيرة جربة مؤخرا. جاءت التدوينة تزامنا مع نشر نشطاء تونسيين مقطع فيديو قالوا إنه لسياح إسرائيليين في مطار قرطاج جاءوا للمشاركة في موسم الغريبة. تونس إذن القضاة كما قلنا يتحدثون عن إمكانية تمديد إضرابهم، وهذا يعكس أيضا بأن الأزمة مستمرة معهم. اتحاد الشغل، وهذه الزاوية التي نود التركيز عنها الليلة، وهي ما يقوله اتحاد الشغل يتحدث عن مخطط صهيوني
يعمل على جر تونس للتطبيع بهدف محاصرة الجزائر. سلطة الانقلاب الحقيقة تنفي أي إجراء أي محادثات للتطبيع، نفت ذلك مؤخرا. لكن الأسئلة تطرح، خصوصا في مشروع الدستور الجديد المنجز على عجل لم يتم التنصيص على تجريم التطبيع، وهو ما أكده عميد المحامين إبراهيم بودربالة ورئيس ما تسمى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية لتونس الجديدة. بودربالة برر ذلك بالقول، ويريت التبرير هذا تعلقون عليه أيضا، قال لك تجريم التطبيع فيه اعتراف بكيان الصهيوني، أها، ونحن لا نعترف بوجودهم أصلا على حد قوله. طيب مادام ما تعترفش بوجودهم أصلا جرب التطبيع. قال لك لا، التجريم يعني الاعتراف. أنا لا أدري كيف فسرها بودربالة، لكن على كل حال هكذا قال. أين الحقيقة من المبالغة في هذا؟ أنا ذكرت منذ قليل بأن تونس كما قلنا تشارك في تدريبات الأسد الإفريقي في المغرب، وإسرائيل لأول مرة تشارك في نفس التدريبات، يعني تونس والإسرائيليين جنبا إلى جنب في هذه التدريبات. لماذا لم ينسحب التوانسة يا ترى من هذه التدريبات رفضا للمشاركة مع الإسرائيليين؟ لا أحد يعلم. طيب نفتح الخطوط للجمهور بعد خليل، لكل من يود أن يدلي بدلي وهو يريد في الموضوع رجاء، يعني الحديث العام يعني خلوه في أماكن أخرى، لكن في البرنامج نركز في موضوعنا ونعطي الأولوية دائما طبعا لأهل البلد في هذا الموضوع، طبعا نعطي الأولوية للتونسيين. نرحب بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس هيئة مناهضة التطبيع والصهيونية من تونس. سيد الكحلاوي مساء الخير. لا أدري إذا كان الضيف جاهز. طيب سيكون معنا ضيفنا بعد قليل، إذن في انتظار الضيف أعود وأشير فقط إلى ما قاله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يقول هناك مخطط صهيوني ربما يدار من خلال شبكة العنكبوتية أو لا أحد يعلم، العالم اليوم متشابك إلى حد كبير، مخطط صهيوني لجر تونس للتطبيع مع إسرائيل. عندما يقول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل هذا الكلام، وهي منظمة عريقة ومنظمة مهمة في تونس، لا يتحدث الرجل هكذا، هذا كلام لا يقال هكذا للمزايدة، ربما عنده بعض الحقائق. حاولنا الحقيقة أن نصل إلى أحد قيادات الاتحاد، لم نوفق في ذلك، لكن على كل حال معنا ضيف سيجيب عن كل هذه الأسئلة. ما هي المعطيات التي تشير فعلا إلى مخطط ربما لجر تونس للتطبيع؟ سنعلم، سنطرح هذا السؤال على ضيفنا، لكن هناك مؤشرات ربما توحي لشيء من هذا. كما قلنا تونس تشارك في تدريبات الأسد الإفريقي التي انطلقت الاثنين في المغرب، إسرائيل تشارك طبعا. ربما يسأل البعض شو جاب دولة الاحتلال، هذا كيان القزم من آخر الدنيا، جاي تشارك مع الأفارقة في تدريبات اسمها الأسد الإفريقي، يعني أنتم شو علاقتكم؟ على كل حال جاءت لأنه المغرب مطبع، فيرحب المطبع بمن طبع معه حبايب. لكن تونس الآن جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين، شو العمل وماذا يوحي ذلك وما فائدة النفي الرسمي التونسي؟ ده الخارجية التونسية نفت بشدة الحقيقة ما بالأمانة، يعني لكن شو نفعت النفي الآن في ظل المشاركة جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين في هذه التدريبات؟ ثم حديث الأمين العام حديث مهم، نور الدين الطبوبي شخصية يعني لا يمكنها أن تأتي أو تختلق أي كلام ويعرض هكذا، لأن الرجل بالتأكيد عنده ربما معلومات أو بعض المعطيات. في انتظار ضيفنا ربما نبدأ في استقبال بعض المشاركات عن طريق الواتساب. بطيب من المغرب يقول مدة حكم قيس سعيد أسود في أسود، لكنه على الأقل صار حديث العالم كونه أحدث أسرع دستور في العالم على مر التاريخ بضعة أيام. لاحظوا مشروع الدستور هذا الجديد صار نكتة يتندر به الكثيرون، سرعة صاروخية طبعا لهذا الدستور. أبو زياد المغرب يقول بينما يقدم بعض القضاة التونسيون الشرفاء استقالاتهم من عضوية الهيئة العليا للانتخابات التي عينها قيس سعيد قبل أسابيع، وفي حين جددت حركة النهضة تمسكها بدستور 2014، يتعمد الاتحاد العام التونسي للشغل النأي عن المشاكل الداخلية واستبدالها بالخارجية التي ليست من اختصاصه،
المعروف كفاعل نقابي وليس سياسي. رسالة أيضا من فايز سلطان القيسي من الأردن، يقول: الجهات الخارجية الضاغطة على هذا الرئيس المنقلب والتي يدعي بأنه يحاربها من خلال انقلابه وحله لكل مفاصل الدولة لتتحول إلى شركة، هي نفس الجهات التي عينت له مدربا خبيرا يقبع على صدر شعبه في القاهرة ومموّلا أخذ بلاده الإمارات. يعني كلام الحقيقة غير مترابط في بعض الجزئيات. أشكرك فايز السلطان. الرسالة الأفضل تكون قصيرة يا جماعة وكلماتها مترابطة، أفضل من رسالة طويلة ويضيع فيها المعنى. أبو حمزة من المغرب يقول: الجزائر مهددة بين حصار إسرائيلي، من فضلكم لا تساهموا في تفخيم بروباغندا النظام الجزائري رأفة بشعبه. أبو حمزة من المغرب يعني مش عجباته الفكرة. عزيزي، شو بروباغندا الجزائر؟ هذا الكلام من أمين عام اتحاد العام التونسي للشغل في تونس. نحن نتحدث عن مصدر تونسي يا غالي. دعك من إشكاليتك أنت، مشكلتك مع الجزائر يعني هذا ليس مجالها يا صديقي. على كل حال، لا يمكنك أن تنكر بأن المغرب مطبع، ونحن نتحدث عن إمكانية تطبيع. عياد يقول: أمر غريب، أو تقول أمر غريب بأن قيس سعيد لا يكترث بأحد ويسير يعني أنا لا أدري شو الإشكالية يعني. ابتسام عياد يقول: أمر غريب، أو تقول أمر غريب بأن قيس سعيد لا يكترث بأحد ويسير بمخططاته، وكأن لساني حاله يقول عن إضراب القضاة وغيره: خليهم يتسلوا. هو لا يلتفت بالفعل لكل هذا الحراك، وكأنه عامل وذن من طين وذن من عجين كما يقال. عبد الله من ألمانيا يقول: هناك قوة داخلية أو حتى خارجية تعطي قيس سعيد الحماية والأمان لكي يستمر بطريقه ولا يلتفت لأحد حتى ولو تم الزحف الجماهيري إلى قصر قبطان. على كل حال، الزملاء ما زالوا يحاولوا مع الضيف، يفترض يكون معنا في أي لحظة الأستاذ أحمد كحلاوي. طبعا في الانتظار بإمكانكم الاتصال حتى نستقبل مشاركاتكم عبر الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وبينها رقم الواتساب. سيكون معنا بعد قليل كما قلنا أحمد كحلاوي، رئيس هيئة مناهضة التطبيع والصهيونية من تونس. رسالة ولكن صاحبها لم يترك اسمه، واضح من المغرب، لكن الرسالة يعني مش عاجبه الوضع. شو اللي مش عاجبك أنا لا أدري يا جماعة. اللي حاسبني أو الذي يحاجج في هذا البرنامج يحاججنا على المعلومة، إذا كانت المعلومة غير صحيحة بإمكان كل طرف أن يحاججنا كما يشاء، لكن إذا كانت المعلومة صحيحة فالتعليق حر لكائن من كان. أنت تعلق لما تكون المعلومة صحيحة، علق كما تشاء، لكن أنت لا تريدنا لا أن نعطي المعلومة الصحيحة ولا أن نعلق، مش بكيفك يا عزيزي يا أبو خالد. بل أبو خالد، هذه الرسالة التالية عفوا، يقول: ما هي المشاكل التي قام بحلها في العالم العربي، وما الحلول التي قدمها؟ هل تعلم أن هذا البرنامج يعمل على التباعد بين الشعوب العربية؟ أبو خالد، هذا رأيه طبعا. طيب، إذا كان هذا البرنامج يعمل على تباعد الشعوب العربية، بإمكانك تفتح، طبعا أنت واضح من السعودية، افتح عندكم شبكة الام بي سي فيها أحلى مسلسلات، هكذا يقال، أنا لست من عشاقها طبعا. اغرق في المسلسلات كما تشاء، اشبع فيها. لا تريد أن تفتح مخك على مشاكل الأمة، هذه مشكلتك طبعا. طيب، أيمن من إيطاليا تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام أخ سالم، يا أهلا بك. أيوه سلام. بالنسبة للقيس السعيد معناها نجم نسألك سؤال أستاذ صالح؟ أيوه. معناها على الوضع، فهمت أنت معناها بالنسبة ليك أسكو معناها تكون مع المطبعين ولا تكون مع الـ مع الـ مع لا، هذا ليس سؤالنا، نحن نسأل هل تونس يمكن أن تطبع وفق هذه المؤشرات اللي أمامنا؟ إحنا في نفس المشكلة، إحنا تنفس قلت لك أسكو إحنا معناها نجم نكون مع المطبعين الصهاينة ولا مع التوسع الإيراني؟ الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على نقوله مع إسرائيل ولا مع التوسع الإيراني؟ ليه؟ لماذا لا تكون أنت دولة ذات سيادة ومستقلة؟ ضروري أنك تنضم لهذا أو ذاك. سمحني أستاذ صالح، خطر كما إحنا رينا في الحرب في أوكرانيا، الأمريكان إيش قالوا؟ يا معانا يا ضدنا، فماش تو زاد كيف بالنسبة للخليج العربي، كلهم علاش كلهم ولاوا مع إسرائيل؟ على خاطر إسرائيل قالت لهم يا معانا يا ضدنا، تو بالنسبة حتى لتونس ماشي زاد كيف ماشي الحكاية. ولكن يا أيمن، عزيزي على رسلك،
يعني انت تأتمر بأوامر اسرائيل؟ لا 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 مش لا. احنا دو لدي امر واقع استاذ صالح. كيف امر واقع؟ كيف قول لي كيف امر واقع؟ شفنا كيفاش تو في الخليج العربي كيش صار التحالف نتاع مصر والسعوديه والبحرين والاردن وكلهم متلموا مع اسرائيل والمغرب زاد بحذانا، حتى المغرب هاني سي امورها واضحه. مش قاعدنا قاعد الدوبه تونس والجزائر. تونس بلد صغير ماك تعرف امكانياتنا ما عندنا شيء. عزيزي موريتانيا لم تطبع بعد، عندك ليبيا لم تطبع بعد. طيب ليبيا مازالت في مشاكل، مازالت ما عداش لا دولة ودخل بعضها وسلاح. موريتانيا هذيك معناها حتى كان يقولوا لها تغوشي ألف دولار تم غدوة طبع. لا لا, لا, لا ما هكذا ما هكذا تورد الإبل. على كل حال أيمن، أنت كمواطن تونسي أنت مع التطبيع أم ضد؟ هذه هي المشكلة. احنا ولينا يا مش مع التطبيع ولا ضد، يا مع التطبيع يا مع إيران. لا لا يا رجل أروت الله أكبر، التقسيم هذا أنت تضعه في مخيلتك. تونس كانت طول عمرها دولة لا هذا الواقع راهو سي استاذ صالح. احنا نشوفوا توا كيفاش المنطقه العربيه كيفاش ولات، هذا الواقع. يا مع اسرائيل يا مع التوسع الايراني، واحده من اثنين. ما عادش فما معناها كما نقولوا انت محايد، محايد هذه ما فماش. علاش توا قيس سعيد ولاو فرضوا عليه الحكايه هذه؟ على خاطر قالوا له فماش هذا محايد. وجهه نظرك، شكرا لك. حكوا على الجزائر، خاطر الجزائر قاعده زاد محايده كيف كيف. شكرا لك ايمن من ايطاليا. يعني وكانه صار الدول العربيه مجرد قطيع، اما ان تنضم لهذا الحلف او ذاك الحلف. ليه؟ دولة مستقلة عندها نخبتها الواعية وعندها اقتصادها وعندها علاقاتها، ودولة مستقلة لا تنضم لهذا ولا ذاك. وتونس تعودت بأن لا تنضم للأحلاف من عهد بورقيبة. دائما تونس حتى في مواقفها تنتظر العالم حتى يعطي موقف، طول عمرها هكذا. مين قال أنه مجبرين الآن؟ هذا كلام الحقيقة أنا لا أراه مقنعا على كل حال، ولكن من حق أيمن أن يدلي بدلوه. عبد الجبار مساء الخير. مساء الخير أخي صالح، يا أهلا بيك. التطبيع بين تونس والكيان الصهيوني سوف يحدث كما أعتقد. الدليل على ذلك، الدليل أن وزير الخارجية التونسية الأسبق المدعو أحمد ونيس قال في أكتوبر من العام الماضي، قال إسرائيل ليست عدوا، ولم يحاسبه قيس سعيد على هذا التصريح. يلاحظ أخي العزيز أن رئيس الجماهيرية التونسية قيس سعيد لم يدن هذا التصريح، علما أنه كان قد صرح قبل تولي العرش التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى. ويبدو أن قيس سعيد أدلى بذلك التصريح لدواعي انتخابية، لكنه بعد أن فاز بمنصب الرئيس لم ينطق بكلمة واحدة ضد التطبيع والمطبعين، ولذلك أقول فيه صلى وصام لأمر كان يأمله ولما اعتلى العرش لا صلى ولا صام. وشكرا. شكرا لك عبد الجبار من العراق. أبو خالد من الأردن يقول هي أجندة صهيونية وزراعة صهيونية كما زرع السيسي في مصر. طبعا الناطق الرسمي للصهيونية الإمارات يقول ولكن بوعي الشعب التونسي الشقيق ستسقط كل الأجندات والله غالب على أمره ولو كره الكافرون، يقول أبو خالد من الأردن. طيب الزملاء في الاتصالات يحاولون الوصول إلى السيد أحمد الكحلاوي، لكن هناك إشكالية في الوصول إليه. على كل حال ما زالوا يحاولون، سنحاول الوصول إليه في أي لحظة حتى ندلي نعرض أسئلة الناس حول هذا الملف المهم. أصيل من الجزائر يقول هذا المخطط صحيح والعقدة الوحيدة للصهاينة هي الجزائر، معروف ولكن نحن بانتظارهم، يقول أصيل من الجزائر. لا أدري ما مصلحة تونس أن تذهب مع مناورات الأسد الإفريقي اللي هي تجرى في المغرب، يعني حتى بدون مشاركة إسرائيل. هذا الأمر مغضب للجزائر، ونحن من صالحنا أن لا نغضب لا الجزائر ولا ليبيا ولا المغرب، نبقى دائما على على علاقاتنا المفتوحة مع الجميع. ولهذا دائما تونس كانت بهذه الدبلوماسية المتوازنة والغير منحازة أفضل، فما بالك أن دولة الاحتلال تشارك في هذه المناورات، فلماذا تذهب تونس؟ هذا سؤال مهم. إبراهيم من إسبانيا تفضل. السلام عليكم. مساء الخير الأخ صالح. يا أهلا بيك. والله أظن أن الدولة التونسية إذا أقدمت على التطبيع مع الكيان الصهيوني ستكون الضربة القاضية للكيان التونسي،
لأن تونس لا تستحمل هذا. الشعب التونسي يرفض التطبيع، والدولة التونسية والدولة العميقة التونسية في اقتصادها وفي مواردها وفي أمنها القومي تعتمد على الجزائر. وبالتالي أي نظام تونسي. طيب الجزائر الآن إبراهيم، الجزائر الآن إذا وصل إلى مسابيعها مثل هذه المعلومات ولديها معطيات دقيقة، هل تستطيع أن تقلب الطاولة على سعيد كما يقول أحد المشاركين هنا على صفحات التواصل؟ بالتأكيد، الجزائر هناك أشياء تتسامح في كل شيء، لكن الكيان الصهيوني من الخطوط الحمراء. الكيان الصهيوني وشهداء الجزائر هذه أشياء خطوط حمراء. الجزائر ممكن إذا كانت عندها معلومات، وأكيد عندها المعلومات الدولة الجزائرية أكثر مني ومنك ومن غيرنا من المتابعين. لكن كيف يغامر؟ يعني هذا إذا سلمنا الحقيقة، أنا دائما أقدس المعلومة. الخارجية التونسية نفت بشدة أي اتجاه في هذا الخصوص، ولكن لو سلمنا بهذه المعطيات الجديدة، هل ترى أن سعيد يمتلك الجرأة والقدرة أن يغامر هذه المغامرة وينبطح لإسرائيل كما انبطح آخرون؟ لا أظن، لأن الشارع التونسي ليس كالشارع المغربي وليس كالشارع السوداني وليس كالشارع الإماراتي. بالإضافة إلى الارتباط العضوي الاقتصادي والسياحي والاجتماعي بين تونس والجزائر ليس كباقي تلك الدول. يعني برأيك إبراهيم الشارع التونسي سيلتهب إذا ما أقدم تونس على التطبيع؟ سيلتهب والمؤسسات التونسية ستلتهب. هذا يعني يكون يعني حكم على نفسه بالإعدام إذا أقدم هذه المغامرة، حكم على نفسه بالإعدام، ربما يقود تونس إلى المجهول أو التعجيل بالتخلص منهم. شكر لك إبراهيم من إسبانيا، أشكرك. فقدنا مسعود من الجزائر، بإمكانه يعود للاتصال. ننتقل لعلي من المغرب. علي، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. سي صالح، أريد أن أقول هل هناك من حاول أن يجري استفتاء في تونس؟ هل الشعب التونسي ضد العلاقة مع إسرائيل؟ هذا غير صحيح. أنا في نظري أن الشعب التونسي همه هو العيش الرغيد والكريم. أما هو العيش الرغيد والكريم، كلمة كريم تفترض أن لا تنبطح للمحتل، فكيف انت ليس ذلك بالبطاح. الكرامة ليست خبز فقط يا عزيزي، الكرامة اشياء ثانية. لا حبيبي، لا، التجارة ليست بطاح او علاقات. لا، هناك تجارة حبيب. هناك تجارة تحافظ على 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 على, على الكرامة، وهناك تجارة تضع الأنف في الطين يا عزيزي كحال المطبعين. أنا أتكلم عن خصوصية الشعب التونسي، وأنا أعرف أن الشعب التونسي ليس بذلك الشعب المتدين. وقد فلسطين بعلاقة بالدين أكثر، والشعب التونسي ليس بالشعب المتدين. طيب أنت علي، إذا برأيك الشعب التونسي إذا ما استفتي يوافق على التطبيع؟ إذا ما استفتي من طرف سياسيين عارفوا كيف يصيغ له ويوصل له. جاوبني دعك من التبطيط. إذا ما استفتي الشعب التونسي يوافق أو لا يوافق؟ يوافق. كيف بنيت كلامك هذا؟ على ماذا؟ في عمري 60 سنة. على ماذا بنيت هذا الكلام؟ على الشعب التونسي. لا، لأنك أنت مطبع في المغرب، فتتصور كل الشعوب هكذا. هذا هو اللي عليه بنيت التكلم. سيصالح، الله يرضى عليك. اتركني، لا تفخس المسألة. اترك، أنا ضد التطبيع، أنا لست مع التطبيع. لكن أنا أترك للسياسي، لأن السياسة فن ممكن. كلام جميل. أترك للسياسي أن يراوغ ويرى ما يمكن فعله في اللحظة، في الآونة التي يعيش فيها، وما يمكن أن يخرج به بلده من أزمة. التطبيع يا عزيزي اللحظية. التطبيع لا يأتي لن تمطر السماء في المغرب ذهبا وفضة،
ولم تمطر في مصر ذهبا وفضة ولن يأتي للعيش الرغيد ولا الرفاه. إذا تتصور أنه الطبيعي لأنه لا لا اسمح لي أكمل فقط أكمل فقط أكمل المعلومة لأن البعض يسوقون التطبيع باعتباره آه والله ظروفنا تضطرنا لذلك لأنه حتى تأتينا كذا وتأتينا كذا وتأتينا كذا لن يأتيكم شيء يعني أكان إن طبعت تونس لن يأتيها شيء وكذلك المغرب يعني إلا الكلام. سي صالح المسألة سياسية أكثر مما هي اقتصادية أو شيء آخر. المسألة سياسية وتمركز في المنطقة هذا هكذا المسألة. طيب مسألة سياسية. شكرا لك علي من المغرب أشكرك. تمركز يعني تصور أنت أمة بكاملها بقضها وقضيضها وتاريخها التمركز يتمركز حول هذا الكيان المحتل القزم هذا تمركز هذا هوان هذا ضعف. يا سيدي إذا أردت أن تصطف مع الكبار تصطف مع روسيا تصطف لا أدري أنا مع دولة عظمى في بمكان ما الصين كما اصطف آخرون مع أمريكا وكذا لكن أنت تتمحور حول إسرائيل كيان قزمي هامشي كيان محتل شو التمركز العظيم هذا هوان سقوط وأي سقوط. عز الدين مساء الخير غدرنا عز الدين نأخذ مشارك ثاني خلدون من ليبيا تفضل خلدون أين أنت يا خلدون السلام طيب. عليكم ورحمة الله وعليك السلام. يقول ابن عباس رضي الله عنه من صفات المنافقين موالاة أهل الكفر ومحبتهم والاعتزاز بهم يقول الله تبارك وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة عند الله جميعا. وأقول لمن قال التجارة من المغرب أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم كفاعة وأكره من كانت تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. جميل. لا للمرء حياة بدون أكل وماء وهواء ولا معنى لحياته بدون كرامة ومحبة وحرية. حلو والسلام عليكم. شكرا لك سليمة فاك شكرا لك خلدون من ليبيا. أبو سعيد من ألمانيا أبو سعيد السلام عليكم أخي سارة. وعليك السلام. شيء من ما تاه لا يستغرب ما دام يعني سعيد أخذ طريق بني زايد والسيسي وهذا بطبيعة الحال شيء متوقع جدا أن يسير في ركب الصهاينة ونحن علمنا وسمعنا وبلغنا أن طائرات تطير من الكيان الصهيوني وتنزل في سلبة مباشرة فهذا دليل على أنه الراجل ماشي في الطريق يعني ساير في الطريق في طريق التطبيع ولا يستبعد هو يعني الحقيقة متلون جدا ويخفي كثير من الأسرار ويخفي كثير من الأشياء يرفع شعارات يخدع بها الآخرين حصل يعني على أصوات كثيرة بزعم أنه يقاوم التطبيع ومع القضية الفلسطينية وهذه الأشياء ولكن هو في الواقع منافق دنيء يعني يفعل في الخفاء ما لا يعني يظهره في العلن وبالتالي هو هذا شيء متوقع جدا ولكن إذا فعل خطوات تصور في الأول أن تكون خطوات سرية لا تكون علنية خوفا من الجزائر مثلا أو ما شابهها أو من الشعب التونسي أكثر. طيب أبو سعيد الآن نعم. الآن وقد كشف الموضوع يعني على كل حال لا ندري الحقيقة ما الدقة فيها أنا دائما هنا يعني أحترم المعلومة ولا أريد أن أتجنى على بلادي يعني الداخلية التونسية أو الخارجية التونسية تنفي نفت منذ أيام إجراء أي اتصالات لأجل التطبيع لكن ما ذكره الطبوبي وهذه المشاركة التونسية في تدريبات الأسد الإفريقي جنبا إلى جنب مع إسرائيل الحقيقة تعيد الموضوع إلى المربع الأول. أنت ترجح أن هناك مساعي وإن تحت الطاولة؟ نعم أنا أرجح وبقوة أن هناك مساعي وقد يكون يعني يحس مثل ما يقولوا الشرقيين
قيس سعيد حسن نفسه مزنوق يعني مخنوق بالتونسي يبحث عن مصادر للتمويل، ربما كان الصهيوني يساعده في الحصول على قروض وهذه الأشياء. أنا لا أستبعد يعني هذا ما رأيناه من هذا الرجل هو غدر ونكث وتحايل ويعني وتلون ويعني كل الموبقات رأيناها منه. يعني أبو سعيد بعض الذين كانوا يطالبون بالتنصيص على تجريم التطبيع مثل حركة الشعب وغيرها، طبعا الآن الدستور المزعوم الجديد لا يوجد فيه تنصيص على تجريم التطبيع، لماذا خرج هذا الدستور بهذه الشكلة؟ طبعا هذا الدستور هو أساسا أخي لرغبات الحاكم بأمره، يريد أن يفعل مثل ما فعل السيسي في مصر ويحصل على تنجيف انتخابات ورئاسة مدى الحياة، وهذه أهدافه الأساسية، هي ليس له لا أهداف غير أي أهداف أخرى. هو يعني وسر بطريق ديمقراطي ولكنه يريد أن ينقلب على الديمقراطية ويبقى في الحكم ويدعم من طرف السيسي ومن طرف أبناء زايد وهذه الأشياء. شكرا لك أبو سعيد، أشكرك أبو سعيد من ألمانيا. ما زلنا نحاول وياريت الزملاء يحاولوا أكثر مع السيد أحمد الكحلاوي رئيس هيئة مناهضة التطبيع والصهيونية، حتى في آخر لحظة لو وصلنا إليه ياريت نأخذ معه ولو برهة للحديث في هذا الملف، لأنه من حق الجمهور طبعا أن يستمع لشخصية معنية بهذا الأمر من داخل تونس. منذر من بريطانيا. ألو، السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام ورحمة الله، حياك الله، كيف حالك؟ يا أهلا بك أخي صالح. الموضوع وما فيه أن تونس الآن، أنا متأكد لو يأتي قيس سعيد لو يأمر بإجراء استفتاء في الشعب التونسي هل هو مع التطبيع أو ضد التطبيع، أنا أقول لك 90 إلى 95% ضد التطبيع. الشعب التونسي معروف. نعم. وإن كان تتعرض إلى 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 يعني إلى ضغوطات في أمور دينه في عهد أبو رقيبة وفي عهد الزين، لكن الشعب التونسي ما زال عنده حمية وعنده عاطفة. أنا أستطيع أن أقول لك أكثر من ذلك، إذا تمت خطوة التطبيع هذه لا قدر الله، وأنا هنا والله من باب النصيحة ومن باب الحرص، أنا أستطيع أن أقول بأن البلد ستلتهب من برما جنوبا إلى بالزرط شمالا، وحينها طبعا من سيقدم على هذه الخطوة عليه أن يتحمل التبعات. أنا أقول هذا الكلام من باب المسؤولية. تفضل. أنا مع هذا، لكن نحن نتمنى أن لا يحدث هذا يا جميل أخ صالح، لأن هذا حيكون في فوضى، والفوضى مش حتكون في صالح الجميع، لا الحكومة ولا في صالح الشعب، لكن نحن نتمنى أن يأتي يعني أن يخرج الشعب التونسي الآن، وأن يعني مثل ما صارت الثورة على الزين في أيام الزين لما طلع الشعب التونسي كله بجميع أطيافه يطلعوا الآن نفس الشيء ضد التطبيع. ولكن منذر ما هو أيضا من باب الموضوعية والتوازن هنا، أنت تطلع لكن نعم. إذا كانت الداخلية في ظل هذه السلطة الانقلابية أو الخارجية تؤكد تقول لك لا توجد أي حوارات في هذا الخصوص، يعني كذبة، هذه إشاعة وأكذوبة كما قال. ولكن الشعب السعودي، لكن بارك الله فيك صالح، الشعب التونسي واعي، هو يعرف أن هذه زي ما قلت أنت أكذوبة، لن تنطني عليه، الشعب التونسي يعرف هذا أصلا هو. فيخرج الشعب التونسي بدون يعني لا يلقي بالي لردة فعل الحكومة ولا شو راح تقول الحكومة، يطلع يخرج الشعب التونسي، يخرج بجميع المدن طبعا، يخرج بمظاهرات سلمية ويستنكر هذا علني. أنا نقول لك قيس سعيد ورقته يعني انحرقت، هو عموما هو الآن اللي قاعد يلعب فيه قيس سعيد هو رسالة للخارج وليس للداخل بصراحة، يعني واضح الآن يفعل في هذا الشيء من شان يعني يريد تخفيف الضغوط ربما الدولية عليه. بالضبط. لا يا أول تخفيف الضغوط وفي نفس الوقت يريد التأييد. جميل. ترى أنا أفضل من غيري. أنا يعني شكر لك منذر من بريطانيا. فقدنا عبد الحكيم من تونس، ياريت لو عيد الاتصال فيما تبقى من وقت. ننتقل لمحمد من ليبيا. محمد. طيب محمد أيضا فقدناه، على كل حال نعود للواتساب. إذن رسالة من، لكن كثير من الرسائل تأتيني الحقيقة وأصحابها لا يضعون أسماءهم للأسف، وهذا أنا طبعا وعدت أكثر مرة بأني لا أعرض رسالة بدون اسم صاحبها الحقيقة. كل الرسائل أخي صالح. طيب حط اسمك، ليش تنسى اسمك؟ لا أدري.
مصطفى من المغرب يقول: للأسف شرعية الحكم في عالمنا العربي مشروطة بأمرين، التطبيع مع المحتل الصهيوني أو التنكيل بالإسلاميين وشيطنتهم في المشهد السياسي. لا، هناك شرعية أخرى أكثر قابلية، أنك تكون ديمقراطي وتنفتح على كل مكونات شعبك وتشكل ديمقراطية نموذجية، هذه الشرعية الحقيقية. إما أنك تنبطح للمحتل حتى تضمن الكرسي أو تروح تشيطن طرف دون غيره، ليه؟ قل لي دولة واحدة استقرت مارست هذا الطريق واستقرت. كل هذه الجماهير التي تشارك معنا كل يوم وهي يعني تدين هذا التطبيع وهذه الهرولة. طيب أنت لما تكون مدان من قبل الأمة ماذا كسبت؟ ماذا ستكسب؟ أفضلها أنك تقيم نظام ديمقراطي وتكون حاكم عادل تغادر عندما تنتهي مأموريتك. هذا هو الخيار الصحيح. يعني أنا ضد من يقول لك لا أنت عندك كذا وكذا خيارات، لا لا غير. ليه؟ ليش عقليتنا هيك محدودة؟ انحاز لشعبك وانحاز للمؤسسات وانحاز للديمقراطية وانحاز للشورى، لن يستطيع أحد أن ينسفك من الأرض أبدا. لكن مشكلتنا في بعض الزعامات قبل الرئاسة أو قبل الحكم يكون كذا ما شاء الله عليه مناضل، طبعا ليس كلنا أقول بعضنا، وعندما يصل إلى الكرسي يتحول إلى أخطبوط، لأن السلطة مغرية. مصطفى من هولندا يقول: أيها التونسيون الأحرار، لا تثقوا في اتحاد الشغل بهذه الشعارات البراقة فهو سبب البلاء، لولاه ما أقدم المعتوه سعيد على الانقلاب، ألم يصدع رؤوسكم بأنه ليس حزبا سياسيا؟ رسالة أيضا مرة أخرى. نوردين من وهران، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام. الأخ صالح. أيوة. نوردين من وهران. تفضل. في دقيقتين حتى لا أطيل عليكم. تفضل. ياريت تبتعد على التلفاز فقط حتى ما يتردد الصوت. لو قدر الله وأن طبعت تونس مع الكيان الصهيوني، بشرى خير، ستكون ثورة شعبية مغاربية تحرر كل الدول المغاربية. وشكرا. شكرا لك نور الدين من وهران. أبو القاسم، مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام. أبو القاسم، يبدو انقطع الاتصال مع أبو القاسم قبل أن يبدأ الحديث. طيب، ما زلنا يريد الزملاء يزيدوا يحاولوا أيضا حتى ولو في الثانية الأخيرة مع ضيفنا أحمد الكحلاوي رئيس هيئة مناهضة التطبيع والصهيونية، لأن الحقيقة أنا لا أدري ما الذي حصل مع هاتف الضيف، ولكن على كل حال. طيب، عبد العظيم من الأردن يقول: قيس سعيد سوف يطبع حتى يستمر في الحكم كغيره من الأنظمة المطبعة والحكام المطبعين، أو هكذا يتوهم والزمن هو الحكم. عبد العالي يقول: أول سابقة من نوعها نرى رئيس يلغي الدين الإسلامي من الدستور وهو يتخطى الثمانينيات من العمر. لا مازال يا عزيزي، هو يبدو كذلك لكن هو أصغر بكثير من ذلك. لم يعملها حتى الدكتاتور بن علي والمعتوه، هذه سحر أعين التونسيين ويعمل الكبائر والكل يتفرج كما يقول. طيب، العديد من الرسائل ما تزال تصلني ولكن بدون أسماء أصحابها. سليمان قسمية من الجزائر يقول: نعم، الدول العربية سارت مع القطيع للحفاظ على عروشها، أقصد حكام العرب. يقول أبو عبد الملك من سلطنة عمان يرسل لنا بسؤال يقول: من أين يستمد قيس سعيد قوته؟ هو ليس قوي، هو رئيس دولة يا جماعة، ورئيس الدولة عنده صلاحيات. طبعا هو الآن رئيس منقلب لا شرعية له، ولكن هو يتعامل بهذه على هذا الأساس، فاستفاد في بداية انقلابه من صلاحيات. البعض يتصور أنه دائما يستند إلى الجيش والشرطة. أنا أستطيع أن أقول بأنه مؤسسات الجيش ومؤسسات الأمنية الأخرى هي مؤسسات وطنية وتتعامل بالأوامر، يعني ما عندها علاقة، وأنا متأكد ثلاثة أرباعهم الآن طفح حكيلهم بسعيد، أستطيع أن أقول ذلك.
ولكن هذه أوامر. عندما يحين تحين لحظة إزاحة سعيد إذا ما استطاعت التونسيون إزاحته ستعود هذه المؤسسات مع النظام الجديد. يعني مش لهالدرجة يعني تتصوروه أنتم بطل زمانه. نأخذ مشارك عيسى من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حال أخ صالح؟ يا هلا بيك. في قضية تطبيع تونس، أنا أرى أن كل إصلاحات اللي قام بها قيس سعيد هي كانت تمهيد للتطبيع، تحل البرلمان كل هالأشياء، كأنه كان يقوم بهالخطوات ليمهد للتطبيع، والله أعلم. تسمعني عيسى؟ سمع إليك، واصل تفضل. كل الخطوات اللي قام بها قيس سعيد أراها تمهيد للتطبيع. قضية التطبيع أظن قضية وقت فقط، وما تنشره الصحافة الإسرائيلية هو عبارة عن جس نبض. ولكن يا عيسى، كثيرون يقولون بأن سعيد إذا طبع أو اشتم التونسيون أنه فعلا مقبل على التطبيع، سينتهي خلال 24 ساعة. هذا ما يقوله كثيرون. برأيك سيغامر رغم ذلك؟ أنا أرى أن الغرب بدأ يضغط على قيس سعيد، محاصر من كل جهات، كأن التطبيع أصبح اضطراري بالنسبة له. يريد أن ينقذ نفسه. يريد أن يكون، أنا هذا الذي أراه. شكرا لك على كل حال عيسى، أشكرك. أم ريان من لندن تقول: بما أن سعيد لم يذكر اسم فلسطين مرة أخرى منذ انقلابه، فأكيد سوف يعملها ويطبع كما تقول أم ريان. على كل حال التونسيون في الانتظار. أحمد من مصر يقول: التركيز الشديد يوميا في الموضوع التونسي بقناة الحوار، وأنا لن أكمل الرسالة لأنها لا تستحق حتى مجرد تضيع ثانية فيها. عزيزي يا أحمد من مصر، شارك معنا بكلمة مفيدة ودعك من هذه الترهات والمواضيع الجانبية، وإذا مش عاجبك الرأي الحر عندك قنوات مصرية ما شاء الله لها عظيمة ومنفتحة على الرأي الآخر ومهنية جدا، يريد تستمع إليها. أنا أنصحك بين ظفرين طبعا، ليش تغلب في حالك؟ ما تغلب حالك. أبو أحمد من الأردن يقول: بلغ السيل الزبع على الشعب التونسي الخروج إلى الميدان وخلعه كما خلعوا بن علي، لا يوجد حل آخر، احتجاجات سلمية بعيدة عن العنف. طيب، عديدة هي الرسائل وحاول أن أختصر. جمال من لوكسمبورغ يقول: على ما أظن إن قيس في التطبيع، والدليل لقد حذف الفصل الأول ويعوضه الدين الإبراهيمي. لا، مش صحيح هذا الكلام. وقد تحدث بالتطبيع خيانة عظمى، وبعدما نصب على العرش لم يذكر حتى اسم إسرائيل. يعني الواحد لما يعطي رسالة تكون المعلومة دقيقة حتى ما يكون فيها مزايدات ومغالطات وحديث أي كلام. توفيق من تونس يقول: سبق ال، لا أدري ماذا يعني، أنا لم أفهم ما تكتب يا توفيق من تونس يا عزيزي. عبد المجيد من المغرب يقول: أنت واهم عندما تقول إن المؤسسات الصلبة ليست مع سعيد، هي التي تقف معه منذ يوليو الماضي. أنا أقول لك تقف معه باعتباره رئيس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مش حبا فيه ولا دعما لانقلابه، هي تتجاوب مع الأوامر. البعض طبعا الله غالب ما عندوش فكرة في طريقة إدارة الدولة، فيتصور أنه الجيش التونسي مع الانقلاب وقوات الأمن الأخرى مع الانقلاب. يا جماعة الخير، ما هكذا تورد الإبل. طبعا يقول لي قائل أنه الدبابة هذه قدام البرلمان ماذا تصنع؟ طيب ما جاءت الأوامر من وزير الدفاع، الوزير الدفاع عين سعيد دبابة، لكن الجيش التونسي لم ينتشر في باقي البلاد ورفض بعض الأوامر وفق بعض المعلومات. وليد من تونس يقول: ما دام السيسي شقيقه وأخاه وشخبوط ومن معه من المطبعين أحباءه وقدوته، فلا أستغرب ما يقوله اتحاد الشغل، وإن كان هذا الأخير شريك لسعيد فيما وصلت إليه تونس إلى اليوم. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.